في تناسب باراسيون سو لي ميزور بريز بار لوتوريتي لي بارتي بوليتيك لي نتاعي مجموع ولايات بجاية وتيزي وزو عندنا 90 مقعد مجموع عدد مترشحين قلنا 108 عدد الناخبون قبل المراجعة 57894 هذو اللي معنيين بالاقتراع اللي جاي عندنا عدد مراكز التصويت 51 وعدد مكاتب التصويت 171 وعدد المؤطرون 1452 يعني بالنسبة للولايتين ربع بلديات بولاية بجاية يشكلوا دونك بالمقارنة مع 796 مقعد عندهم 63 مقعد مجموع بلديتين بولاية تيزي وزو عندنا عدد المقاعد بها 26 عدد المترشحون الضروريون يعني اللي يكونوا موجودين في القوائم 32 الإعداد احنا رانا غدوة عندنا ثاني كيما كاين ريونيون باش نديروا البروغرام دو سونسيبيليزاسيون يعني والو حتى كنت تكون في بلدية وحدة نبدلوا فيها نفس المجهود ونعطيه نفس العناية ونفس القيمة للناخب سواء يكون حتى في بلدية واحدة.